مشاهدي بلقيس أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج حيث الإنسان، حيث نحاول الاقتراب من همومكم، نتلمس قصص الكفاح والنجاح ونساهم فيها بما نستطيع، ونتواصل معا عبر الاتصالات المباشرة وأيضا من خلال السؤال اليومي للغوص معكم في تفاصيل القصص المعروضة. فأهلا وسهلا بكم. قذفت بهم الحرب خارج منازلهم ليجدوا أنفسهم في أرض بعيدة، غرباء في مدينة يجهل أهلها ملامح وجوههم المليئة بندوب النزوح. نهارها شاحب في عيونهم وليلها مر في أحلامهم، هواؤها جارح في صدورهم وماؤها مالح على شفاههم، لأنها ليست أرضهم. وجدوا أنفسهم مجبرين على ترك ذكرياتهم القديمة وراءهم والعبور إلى مخيمات المجهول حيث شربت الماء أكبر الأحلام. استبدلت الحرب جدران منازلهم الآمنة بقماش خيام ركيك تقلق الريح سكينتها ويربك الغبار ثباتها، بل أن قطرات المطر الرقيقة تشكل تهديداً وخطراً حقيقياً عليها. في مخيم بويش للنازحين كان لحيث الإنسان قصة، تعالوا نتعرف عليها سوياً. بعيداً عن العيون قريباً من الدموع، بعيداً عن دائرة الضوء قريباً من حرارة الشمس، هنا على هامش الخريطة خارج متن الحياة البسيطة، قذفتهم الحرب من خطوط التماس إلى قبضة التشرد والشقاء ليتقاسموا المعاناة بينهم بالتساوي. هنا في المكلا بين أحراش الشجر الضارة ومستنقعات المياه الملوثة يقع مخيم بويش للنازحين، والذي يبعد قرابة 2 كيلومتر عن مركز المدينة. قبل 2 تقريباً تأسس هذا المخيم ليصبح مأواً بديلاً ل 58 أسرة نزحت من قراها ومدنها، تاركة خلفها دياراً اختزلت بين جدرانها كل ذكريات العمر. يعني كان أقول لك المخيم عبارة عن معسكر للأمن المركزي، لم يتم بناؤه إلا قبل سنتين فقط. لم يضع هناك خطة، إنما جاء النازحون بعض أقارب لهم هنا وسكنوا، لكن لما عرفت الوحدة التنفيذية أن في هناك نازحين في بويش جعلت هذا المخيم تحت إدارة الوحدة التنفيذية. القدرة الاستيعابية للمخيم كامل تقريبا 150 أسرة. نحن نحاول بقدر الإمكان إذا جاءت أسرة جديدة نستيعبها بجلب الخيام لهم وتسكينهم بشكل مؤقت إلى أن يتم توفير لهم سكن دائم في هذه المنطقة. في هذا المخيم يحاول قرابة 350 نسمة مواجهة برد الشتاء وحر الصيف بجدران رقيقة كقلوبهم وسقوف مشققة كسقوف أحلامهم. يتكون المخيم من مبنى حجري يضم 3 غرف، ولصغر المبنى قام النازحون بنصب 3 خيام على سقفه لاستيعاب ما تبقى من الأسر، بالإضافة إلى مجموعة من الخيام المتقاربة بجانبه. لا تقل ملامح وجوه النازحين بؤساً عن مكان النزوح، عشرات الأسر جلها قدمت من مناطق تهامة الفقيرة تحمل في ذاكرتها مشاهد الحرب الأليمة التي أجبرتها على النزوح، وفي قلوبهم فراغ امتلأ بشقاء التشرد، وعلى أكتافهم بقايا من رائحة الديار ومرارة الرحلة في الطريق. لا بس
يفتقر المخيم لأبسط مقومات الحياة، حيث تسكن كل أسرة تتكون من 6 أفراد على أقل تقدير في غرفة أو خيمة، وتفتقر الأسر للخصوصية هنا بسبب تقارب المخيمات وتجهيزاتها الأولية التي لا ترقى لأن تكون مكاناً صالحاً للعيش ولو لأيام. يواجه النازحون هنا متطلبات الحياة واحتياجاتها الملحة من أجل البقاء على قيدها، بما يحط في أيديهم من المساعدات البسيطة. بسبب هطل الأمطار تدمرت الكثير من الخيام، ما اضطر الأسر الساكنة فيها للانتقال إلى الخيام المجاورة، الأمر الذي أدى إلى تزاحم النازحين ليعيشوا مزيداً من المعاناة. يحتوي المخيم على 3 دورات مياه فقط، يتزاحم على أبوابها نحو 350 شخصاً طوال اليوم، وتفتقر هذه الدورات لأبسط معايير الصحة، ما يتسبب في انتشار الأمراض. والله من نحن 20 حارة في الحمامات، يعني كل 5 أسر في حمام. يعني متاعب، وكل حننا نتزاحم على الحمامات، واحد يخرج وواحد يطلع. يعني من نحن كثيرة. يعني الحمامات أنا متأذية يعني. ماشي يعني الحمامات صعبة، ما يعني الحمامات والله شكلها يعني مش عندي، يعني الحمام يعني تدخلي فيه تتنقل يعني البكتيريا والجراثيم، وذي يعني ماشي في بو قصب يعني اللي تملي دبة وتاذي، يعني نحتاج بينه قصب. وفي بعض الحمامات ماشي حوض، الحمامات ماشي بواب يعني في مفتحة، يعني في حمام هذي اللي يعني كذا استارة، وفي حمام بلو خشب. حمامان في المبنى وحمام في المخيم الخارجي لا يكفيان ل58 أسرة، كما أن المخيم يحتوي على 3 خزانات للمياه فقط، يقوم النازحون بتعبئتها من خلال استئجار صهاريج المياه. والله ما نجيبه يعني بمعاناة، بعد ساعات يعني تجيب المنظمات، بعد أكثر الأوقات نتفا يعني على جابا نجيب البوز يعني ب4000، البوز يعني تجلس ما قارب يعني 10 أيام. الأحراش المنتشرة في المخيم وحوله تعد مرعا خصبا للحشرات الضارة والعقارب والأفاعي السامة، والتي تتسلل إلى غرف النازحين من حين إلى آخر لتشكل خطراً إضافياً على حياتهم. مستنقعات المياه الملوثة تمثل أيضاً تجمعات لتكاثر البكتيريا الضارة، وبسببها تعرض مجموعة من أطفال المخيم للأمراض كالكوليرا والحمى والملاريا. برغم قرب هذه المستنقعات وتكاثر الأوبئة داخل المخيم، إلا أن أقرب مركز صحي للمخيم يبعد قرابة 2 كيلومتر. سعيد هندي وأسرته المكونة من 7 أفراد، هو وزوجته و5 أطفال، أجبرتهم الحرب في الحديدة قبل 2 عامين على النزوح إلى هذا المخيم. 3 من أطفاله أصيبوا بالحمى والكوليرا التي انتشرت قبل أشهر في المخيم.
عانت أسرة سعيد أيضاً من تسرب المياه عبر سقف غرفتهم نتيجة الأمطار الغزيرة، ليتسبب ذلك بتلف الأثاث البسيط الذي كان معهم وإجبارهم على الانتقال المؤقت إلى غرفة أخرى يسكن فيها 7 أفراد أيضاً. والله سبب نزوحي يعني عانينا هناك البلاد من الحرب يعني، والأطفال يعني خوفونا الحرب يعني الضرب كان علينا ليل بنهار يعني بسبب ضغوطات علينا يعني، وظروف المعيشة كان ماشي يعني، وإحنا يعني خرجنا من البلاد. والله المعاناة المخيم يعني نعاني يعني من ظروف المعيشة شوية يعني، ما فيش أي حاجة، ما فيش يعني كما كل حاجة تدعمنا بحاجات، ما فيش ذي يعني تشوف جابوا لنا مخيمات، جابوا لنا شيء بس ماشي إمكانيات بعد فيه. يعني ما فيش رشار، ما فيش يعني المياه ينقص في الماء، ينقص في الكهرباء، ينقص في كل شيء. أسرة سعيد نموذج واحد من بين 58 أسرة في المخيم، تحمل في صفحات حياتها قصص معاناة تتشابه مع باقي قصص الأسر الأخرى إلا في بعض التفاصيل. المخيم طبعاً يعاني من حاجات كثيرة، أول حاجة اللي بتكلم فيها وهي حاجة مهمة جداً الحمامات، فالنقص في الحمامات هو عائق كبير أمام بعض الأسر التي تأتي من مكان آخر. ثاني حاجة ماء الغسل، ماء الغسل قبل كان في مؤسسة تتبرع بجلب ماء الغسل للمخيم، لكن توقفت هذه المؤسسة والآن هم يدفعون للوايتات من جيوبهم. كبير هو الفراغ في قائمة الاحتياجات الناقصة في المخيم، وأكبر منه حلم النازحين هنا ليد تمتد لتغطيته. لهذا قرر فريق برنامج حيث الإنسان مد يد العون حسب الاستطاعة، وذلك من خلال بناء 3 حمامات إضافية وربطها بالمجاري وإمداد المخيم بمجموعة من خزانة المياه لتغطية احتياجات النازحين فيه، بالإضافة إلى إزالة الأحراش وردم المستنقعات.
أشياء قد تبدو بسيطة في نظر الآخرين، لكنها في عيون هؤلاء خطوة أولى في رحلة الوصول إلى بعض الاستقرار، خطوة أولى وضعها برنامج حيث الإنسان في طريق هؤلاء النازحين، يمكن أن تساعد في لفت نظر الجهات المعنية والمنظمات لمد يد العون لهم ومساعدتهم على مواجهة هذا الواقع الصعب. إذن هذا ما تفعله الحرب بالضحايا، فمنذ بداية الحرب نزح أكثر من 3 ملايين مواطن يمني من ديارهم، وعم الشتات البلد من أقصاه إلى أقصاه في ظروف بالغة السوء، خصوصا مع انتشار الأوبئة والحميات مؤخرا. نتمنى العودة والسلامة للجميع النازحين في عموم البلاد، وأن يعم الأمن والسلام من جديد، نتمنى ذلك. إذن مشاهدينا، فقرة المسابقة والأسئلة والأجوبة ستكون من تفاصيل القصة التي شاهدناها اليوم من مخيم بويش في مدينة المكلا بحضرموت. لدينا اتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ معكم دلال حليفة فاكش. اسمك؟ دلال حليفة فاكش. بلال. جلال. جلال. جلال، ما فيش فرق من جلال وبلال. أيوة. جلال من فين؟ جلال من عين. أنا مش واضح عندي الصوت. من تعز. يا جلال. تمام. سؤالي لك، ما اسم المخيم التي كانت محور القصة اليوم من هذا المخيم؟ ما اسم المخيم؟ بويش. بويش. أيوة. فين المخيم يقع؟ في أي مدينة؟ بالمكلا. مبروك لك 50,000 ريال وإجابتك صحيحة. حياك. اتصال آخر. ألو، السلام عليكم. ألو. 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 طيب، نستقبل اتصالاتكم على الأرقام فقط الظاهرة على الشاشة. كل يوم نحاول أن نضيف رقم، حاولنا بالأمس إضافة رقم سبافون آخر، لكن يبدو أنه أحد الأرقام الأخرى فيه مشكلة. فلديكم 3 أرقام للمشاركة معنا، رقم سبافون 712-048-557، ورقم آخر أيضا 739-33-033، وأيضا رقم أرضي 02-368-583. إذن لديكم الفرصة للمشاركة معنا والتواصل المباشر من خلال 3 الأرقام الظاهرة معكم على الشاشة. لدينا اتصال. ألو. طيب، قبل أن نستقبل اتصال، بس البعض يسأل ويقول عن أنه في تأخير في تسليم الجوائز. بالنسبة للمبالغ المالية يفترض أن تصل خلال يومين، لكن بعض الأحيان تكون هناك إجازات وهناك ظروف للحظر أيضا هنا في تركيا، فتتأخر بعض الجوائز، لكن هل لا تتأخر كثيرا، ويتم التواصل مباشرة مع المشاهدين. وأيضا أيام الإجازات في اليمن كما تعلمون أن شركة الصرافة تؤجز، يعني فيحصل تأخير فقط في تسليم الجوائز، لكن لن يأتي نهاية رمضان لو الكل استلم جوائزه. وربما هذه ميزة تحسب لبرنامج حيث الإنسان، أنه يتم تسليم الجوائز خلال أيام من المشاركة، البعض يتأخر إلى ما بعد رمضان. لدينا اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. من معي؟ خالد سعيد الشيباني. خالد. أيوة. من أي محافظة يا خالد؟ من محافظة تعز. خالد من محافظة تعز. طيب خالد، سؤالي لك، كم يبعد مخيم بويش عن مركز مدينة المكلا؟ كم كيلومتر؟ المخيم كم يبعد عن مركز المدينة، عن مركز مدينة المكلا؟ مخيم بويش هو موجود في المكلا. 2 كيلو. كم؟ 2 كيلو. 2 كيلو. 2 كيلو. 2 كيلو.
إجابتك صحيحة، مبروك لك 50,000. شكرا لك. لدينا اتصال. ألو. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ سالي صادق من عدن. سالي. أيوة. سالي صادق، كيف الأوضاع في عدن يا سالي؟ الحمد لله على كل حال. الوضع صعب مع انتشار كورونا. يعني صعب كورونا وصعب توترات حربية وكله. طيب الناس ملتزمين بالإجراءات حق الحظر، يعني ما بيخرجوش وكذا وجالسين في بيوتهم، ولا ما في التزام؟ في التزام، ونحن إن شاء الله من ضمن الملتزمين إن شاء الله. طيب السؤال لك، متى تأسس مخيم بويش؟ تأسس قبل عامين. إجابتك صحيحة، يعني مبروك لك 50,000. مبروك لك، إجابتك صحيحة فعلا، قبل عامين عام 2018 تأسس المخيم. مبروك لك 50,000 ريال سالي صادق من عدن، مبروك. شكرا لكم. عفوا. طيب نذهب للقرعة ونختار ثلاثة فائزين عن سؤال أمس، وكان السؤال ماذا كان يعمل الأستاذ جعفر قبل أن يكون في التربة نازح؟ وكانت الاختيارات الثلاثة، الاختيار الأول مهندس، الاختيار الثاني معلم، الاختيار الثالث نجار. الإجابة الصحيحة هي الاختيار الثاني. كل من شارك وأرسل رقم 2 لديه فرصة للفوز معنا ب50,000 ريال، وسنختار ثلاثة من عموم الفائزين. وصلتنا 62,772 رسالة عبر الواتساب، عدد الإجابات الصحيحة 44,916. سنختار إذن أحد الفائزين، وأول فائز الآن. بسم الله. واحد قال لي أمس اختار بيدك اليمين، تعال نغير بيد اليمين. مبروك للفائز صاحب الرقم 7361-82728. إن شاء الله يكون الفائز هو اللي قال لي اختار بيدك اليمين، هو قال مدري متفائل أو شيء. مبروك إذا لصاحب الرقم 7361-82728، ولاحقا سنجري القرعة ونختار فائزين اثنين، وقيمة كل جائزة 50,000 ريال. لدينا اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. من معنا؟ أيوة، معك أحمد عبد العزيز. أحمد عبد العزيز العنزي. أحمد عبده، من فين؟ من فين أحمد؟ من إب. من إب؟ يعني أحمد أنت من محافظة إب تتصل؟ أحمد، يا أحمد، أحمد، يا أحمد. طيب فقدنا الاتصال بأحمد، احتمال يكون خلص رصيد أحمد، مع أنه الاتصال هي على أرقام أرضية وأرقام من شبكات وشركات محلية، يعني بالتعرفة العادية كأنك تتصل لصاحبك يعني. طيب أنا فقط من يقول أن الرقم غير موجود في الخدمة. الأرقام التي يمكنكم المشاركة فيها هي الأرقام الظاهرة لنا على الشاشة معكم، ثلاثة أرقام ظاهرة على الشاشة. الرقم سبافون القديم سقط اليوم، يبدو هناك إشكالية في تقنية، اعذرونا إذا كان هناك بعض الإشكاليات، لأنه كما نقول لكم دائما نحن نبث من خارج اليمن وهذه الأرقام موجودة داخل اليمن، وهناك قصة طويلة لتحويل المكالمات وللمشاركة معنا في البرنامج حتى نضمن أكبر مشاركة من قبلكم. لدينا اتصال. ألو. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا أخي صوتك واضح الحمد لله، من معي؟ أنا صرعت المتصل. أنا والله صرعت المتصل. أنا أجرب أصرع هذا المتصل. لا أكون سامي العزعزي. طيب ألو، السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. معك. صوتك مش واضح. السلام عليكم. صوتك واضح. أيوة أسمعك. لا تسمعني. أسمعك. أيوة، من معي؟ محمد أحمد خصال. محمد أحمد. محمد أحمد. يا أحمد أنت ما ينفعش أمرعك، صوتك مش واضح.
من فين يا محمد؟ من شبوة. من شبوة، حلو. سؤالي لك يا محمد، كم سؤالي لك كم عدد الأسر النازحة في مخيم بويج؟ يا تذكر لي عدد الأسر يا عدد الأفراد، اختار لتشي أنت، إيش تختار؟ 350. 350 إيش؟ فرد. يا سلام عليك، مبروك لك 50,000، إجابة صحيحة، مبروك. تمام، فصل. طيب لدينا اتصال. ألو، السلام عليكم. طيب الآن نذهب للقرعة ونختار الفائز الثاني، وأذكر كذا الناس يقولون أنا صرعت المتصل. يا أخي لا والله، ما لا يمكن، لا يمكن، ما شاء الله تبارك الله، هو خلص رصيده بس. لو تشوفوا على مخرج معنا، لو أنا أسرع المخرج. المهم الآن نختار الفائز الثاني معنا، وقيمة الجائزة 50,000 ريال من 44,916. سأختار الآن الفائز الثاني وجائزته 50,000. بسم الله، مبروك لصاحب الرقم، مبروك لصاحب الرقم 770299061. إذن مبروك لصاحب الرقم 770299061. مبروك للفائز الثاني معنا وجائزته 50,000 ريال. اتصال. ألو، ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. من معنا؟ محمد سعيد، أحمد هزال. محمد سعيد، من فين يا محمد؟ من مأرب، روح. من مأرب، يا أخي صوتك واضح. واضح الآن، أيوة. واضح، صوتك واضح، ما شاء الله. أي شوف ما فصلش، يعني أنا ما أسرعش أحد، أنا ما شاء الله، أنا قلت ما شاء الله. تمام، محمد سعيد تابعت القصة؟ نعم تابع. طيب، كم عدد الأسر النازحة في مخيم بويش؟ صاحبنا اللي قبل من شبوة قال 350 فرد، أنت تذكر لي عدد الأسر، كم عدد الأسر؟ عدد الأسر؟ أيوة، كم؟ كم عدد الأسر؟ الأفراد 350، لكن كأسر كم عدد الأسر؟ 58. من اللي ساعدك بالإجابة؟ 58. طيب من اللي ساعدك؟ صاحبي عندي. صاحبك، قل لصاحبك مبروك عليه 50,000. الله يبارك لك، الله يبارك لك. الآن اللي فاز هو مش أنت. أيوة 58 قلنا. تمام 58، بس الآن من اللي جاوب صح؟ من الفائز، أنت ولا صاحبك؟ لا والله أنا. لا، هو اللي جاوب مش أنت اللي جاوبت. يلا ذي ودك، ذي ودك. مبروك لك، مبروك لك 50,000، مبروك لك. الله يبارك لك، يفتح عليك. مبروك، شكرا لك. اتصال آخر. ألو، ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أخي صوتك واضح والله، من معنا؟ معك سلمان نبيل. سلمان؟ أيوة سلمان نبيل يا أخي. سلمان نبيل، من فين يا سلمان؟ أنا من تعز. من تعز، كيف الأمور معك يا سلمان؟ كيف رمضان معك؟ تمام الحمد لله. سلامة، تعبان ولا شيء أنت؟ لا الحمد لله بخير، بس أحسك ثقيل، ثقلت بالعشاء يمكن. طيب يا سلمان، سؤالي لك، هذه الأسر النازحة التي ذهبت إلى مخيم بويش في المكلا، هي جاءت من فين؟ من أي محافظة؟ من أي إقليم؟ من أي منطقة؟ ها؟ تفضل. أقول لك هذه الأسر التي راحت إلى مخيم بويش في المكلا، هي جاءت من أي مدينة؟ من أي محافظة؟ خيارات؟ ما فيش خيارات. أنت تابعت الفيلم؟ لا، الشاشة عندي خارب. الشاشة عندك خربان؟ أيوه. طيب وكيف نعمل الآن؟ لازم أنك تكون تابعت الفيلم. طيب
كيف نعمل؟ قل لي يلا. السؤال. السؤال. السؤال من أين جاءت هذه الأسر النازحة؟ من أي محافظة يمنية جاءت الأسر النازحة وذهبت إلى مخيم البويش في المكلا؟ من فين؟ يعني من صنعاء. من صنعاء. غلط. يلا معك فرصة تغير. هاي سلمان. طيب. ها مو خيارات. اعطي لك اختيارات. ما عندي خيارات. يلا عدن، تهامة، تعز. من تهامة. من تهامة وإجابة صحيحة. مبروك لك 50,000 ريال والحظ لعب دور معك. يلا مبروك لك يا سلمان لأنك ما تابعت، بس يلا حظك حلو. مبروك لك 50,000. طيب اتصال آخر. ألو. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. أي وعليكم السلام. من معنا؟ معك شيماء فضل. شيماء فضل. أيوة. من عدن. من عدن. أيوة من عدن. مبروك لك 50,000. ألو. أيوة. تمام. يا شيماء، شيماء وطي لي صوت التلفزيون لو سمحتي. التلفزيون منقص غدا. التلفزيون واطي. أيوة شيماء فضل. طيب ليش تسمعني أيوة. متأخر؟ تمام. في تأخر في الصوت. طيب سؤالي لك. أصلا السماعة حق التلفون، السماعة كذا تعبانة شوية. ها أنت فاتح السبيكر يعني. أيوة. طيب تمام. طيب سؤالي لك. هذه صح إشكالية. أيوة. ممكن تأخر. طيب السؤال من أين أيوة. تحصل الأسر هذه؟ من فين يحصلوا على مياه الشرب؟ كيف يحصلوا على مياه الشرب؟ من الخزانات. من الخزانات. يشتروا آيتات يعني قصدك. ايوه خزانات يعني عملوا لهم خزانات وبوز وعملوا لهم يعني مشروع. تمام شكرا لك. مبروك لك 50,000 ريال. اجابه صحيحه. يلا شكرا. يلا عفوا. ايوه. طيب الان نختار الفائز الثالث معنا وقيمه الجائزه 50,000 ريال. والفائز الثالث على الشاشه. بسم الله. لحظه باليمين. مبروك للفائز صاحب الرقم 7111909094. مبروك لصاحب الرقم 7111909094. مبروك لصاحب الرقم الفائز الثالث معنا وقيمة جائزته 50,000 ريال. ولديكم فرصة للفوز أيضا بثلاث جوائز سنجري السحب عليها أو سنختارها غدا وسنطرح السؤال في نهاية الحلقة. لدينا اتصال. ألو. ألو السلام عليكم. طيب ورحمة الله وبركاته. خلاص مباركة علينا وعليكم. من معنا؟ رشا عزيز من تعز. رشا من تعز. أهلا بك يا رشا. أيوة رشا. رشا تابعت القصة الفيلم؟ أيوة تابعته. طيب السؤال يا رشا، السكان المخيم، السكان النازحين في المخيم يتعرضون للأمراض والأوبئة، ليش؟ ما هو السبب؟ بسبب ضعف الخدمات الصحية. تمام الخدمات الصحية ضعيفة، بس في سبب مهم يخلي الأمراض والأوبئة تنتشر، ليش؟ المياه. المياه ايش يسموه؟ يقول لك هذا في درسناها يعني في المدرسة، يعني الشيء اللي يجلب الحشرات والبعوض ايش يسموه؟ الكوليرا. لا الشيء اللي يخلي البعوض موجود والحشرات، شيء يتجمع فيه مياه راكدة. لا. ايوه المياه الراكدة. ايوه الثاني ايش هو؟ المس القمامات. القمامات والمياه الراكدة وال يقول لك هي والسؤال هذا صعب. انا ممكن اعتبر لك الاجابة صحيح. يقول لك مستنقع. عرفتي؟ المستنقعات. ايوه قدمت لك الكلمه المستنقعات المحيطه والمياه الراكده. اجابه صحيحه. مبروك لك 50,000 يا رشا. شكرا. عفوا. والله شكرا للي جابوا في البث المباشر يتفاعلوا معنا واجابتكم صحيحه يا شباب. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟
عمار عمر من عدن. من؟ عمار عمر من عدن. عمار عمر من عدن، أهلا بك يا عمار. الله يحييك يا عمار. السؤال، ما هي أبرز معاناة يعاني منها سكان المخيم؟ إيش أكبر معاناة لهم؟ أبرز معاناة يعاني منها سكان المخيم؟ الحمامات. الحمامات نقص الحمامات، صحيح. وباقي سبب ثاني إيش؟ المياه، قلة المياه. ذا الحين أنتم الآن مقسومين بالبيت، فريق اتصل وفريق يشاهد، صح؟ تمام. وإجابتكم صحيحة، مبروك. إجابتكم صحيحة، مبروك لكم 50,000 ريال. عمار من عدن وأسرتك، الله مبروك فيك. مبروك لكم 50,000. حياك. شكرا. طيب الآن مشاهدينا نستعرض معكم الأرقام الفائزة الثلاثة معنا عن سؤال أمس، والأرقام على الشاشة. سبعة ثلاثة ستة واحد ثمانية اثنين سبعة اثنين ثمانية الرقم الأول، الرقم الثاني 770-299-061، والرقم الثالث 711-190-904. مبروك للفائزين الثلاثة. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. إذن مبروك للفائزين الثلاثة، والآن سنطرح عليكم سؤال حلقة اليوم، وبإمكانكم ثلاثة منكم أن يفوزوا بثلاث جوائز وقيمة كل جائزة 50,000. فقط أرسلوا رقم الإجابة الصحيحة والسؤال معكم على الشاشة، والسؤال سهل. والسؤال يقول: في أي مدينة يقع مخيم بويش؟ والاختيارات الثلاثة هي: واحد سيئون، اثنين تريم، ثلاثة المكلا. إذن السؤال: في أي مدينة يقع مخيم بويش؟ سيئون، تريم، المكلا. أرسلوا فقط رقم الإجابة. طبعاً السؤال سهل والإجابة معروفة، ونحن في الحلقة في أكثر من مرة ذكرنا أنه مخيم بويش يقع في مدينة. فأهلاً ومرحباً بكم مشاهدينا، ووصلنا معكم إلى ختام حلقة هذا المساء وهذه الليلة من برنامج حيث الإنسان. نلقاكم غداً وحلقة جديدة، كونوا بخير. سترى نفسك في الغير، وستعرف ما تحدثه لمسة إحسان. بالخير سندرك حتما كم نحن بخير، بحكايات تأخذنا حيث الإنسان.
هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان.